مساء الخير واهلا بحضراتكم من جديد. هنفتح دلوقتي اهم الملفات المطروحه على اجنده البرلمان مع ضيفي النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب. زمان قبل 5 سنين كنا بنتكلم عليه المخرج والسيناريست الشهير جدا خالد يوسف، عمل افلام طبعا من اهم افلام السينما المصريه، ولكن بقاله 5 سنوات من 25 يناير تحديدا 2011 وهو منشغل جدا بالشان العام في مصر، منشغل جدا بوضع المواطن في مصر، منشغل جدا طبعا بالسياسه ايضا واللي على اثرها اصبح الان نائب في مجلس النواب. هنتكلم معاه عن مجلس النواب شايفه ازاي، عن الحكومه شايفها ازاي، عن تتغير الحكومه ولا ما تتغيرش قبل البيان، وهنتكلم معاه ايضا اين هو من الفن الان. اسمحوا لي ارحب بيه. مساء الخير، اهلا بحضرتك، ازيك؟ العفو. اول حاجه عايز ابدا بيها الحقيقه هو الاحدث، وهو يمكن العمل حاله من يعني الغضب عند الناس من امبارح، وهو تقرير البرلمان الاوروبي المعتاد اللي بيخرج علينا كل فتره عن انتقاد اوضاع حقوق الانسان في مصر. شفت التقرير الاخير ازاي؟ شفته في منتهى الخطوره، وشفت ان الناس واخدينه على محمل كده، يعني ناس كتير واخدينه على محمل، مش الجد يعني، واخدينه باستهتار شويه، وهو أمر مزعج جدا. البرلمان الأوروبي لما يطلع قرار زي ده ما نعتقدش أنه هيمر مرور الكرام والحكومات لا تستجيب. أوروبا كلها بلاد ديمقراطية، البرلمانات بتحكم حتى لو ما كانش نظام برلماني، البرلمانات لها تأثير على صانع القرار السياسي بشكل كامل، وبالتالي القرار خطير ولابد من التصدي ليه. أنا شفت البيان اللي طلع من عندنا من مجلس النواب، بيان مش بطال ولكنه مش بالقوة المناسبة للتصدي للهجمة ديت. لابد إن احنا نكون أكثر عنفا في الرد، بس أكثر شفافية برضو. أكثر عنفا بس موضوعية، بموضوعية بشفافية. يعني احنا برلمان، يعني ما احناش الحكومة، احنا البرلمان، يعني احنا بنمثل، متحررين من قيود كمان. بالظبط، متحررين من اي قيد ان احنا نقدر، يعني خطابنا ممكن يبقى مختلف عن خطاب الحكومة. فلما احنا نيجي نأكد ان احنا لو بفرض بعمل البيان لازم يتضمن حاجات اشارات شديدة الاهمية، زي ان لو الدولة المصرية او لو الحكومة المصرية ثبت انها متورطة في مقتل ريجيني ده او بأي شكل من الأشكال، إحنا سنحاسب فوق، يعني يبان لنا إن إحنا في برلمان بيحاسب. الناس دي عايزة الأشكال الديمقراطية الحقيقية، مش عايزة هزار، ما بتهزرش. فإن أنا أدين الاستباق التحيات، لابد إن أدين، وده موجود في البيان، أدين الاستباق اللي عمله البرلمان الأوروبي دون انتظار التحيات، وده في حد ذاته لابد إن كان يتوجه لهم لوم، لأنهم مفترض ان هم يبقوا مع دولة سيادة القانون او مع سيادة القانون ويحترموا احكام القضاء، فلا بد ان هم يستنوا التحيات قبل ما يصدروا قرار زي ده. فهم في خطأ هم وقعوا فيه، لابد ان احنا نلومهم عليه. ثم لازم نأكد على احترامنا احنا لحقوق الانسان كبرلمان كمان، مش كدولة مصر، وان احنا اي اخطاء عندنا سنصححها وسنحاسب، عشان يبان انه المسألة ما هياش الحكاية مطبخينها مع بعض مثلا، او ان احنا ما كانش في ذكر للجزئية دي في بيان برلماننا احنا. لا، فانا كان نفسي. طب يبقى ليه ما اضفتش، يعني ليه حضرتك ما اقترحتش؟ لا، ما هو المجلس مش منعقد، فهيئة المكتب هي اللي طلعته. هيئة المكتب يعني الرئيس والوكيلين. فما كانش في استشارة، ما كانش في فرصة لاستشارة حد يعني. بس انا بشوف انه الدولة المصرية بشكل عام بقى، والدولة المصرية يعني مؤسسات الدولة، سواء البرلمان او الحكومة او المؤسسات الدولة دي او الرئيس، لابد ان احنا نعمل حساب البرلمان الاوروبي وبيانه ده وكيف يمكن ان نتصدى ليه. لابد من تفكير حقيقي، مش ما ناخدهوش باستهتار. طيب، يعني شايف خطورة، حضرتك بتقولي انه البيان الاخير من البرلمان الاوروبي حضرتك شايفه في غاية الخطورة، مدى خطورته ايه؟ مدى خطورته ان ده بيدعو الدول الاوروبية جمعاء على رأي محسن المساعدات الاوروبية، لقطع المساعدات عن مصر. واول ما تقطع المساعدات عن مصر بيتبعها حاجات كتير جدا، عدم ثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام، المستثمرين نفسهم اللي هم مفروض ما هماش خاضعين للدولة هناك، ولكن على طول بيبدأ ياخد يعني تحفظ على ان هو يعمل استثمارات في مصر، وبرلمانه بيقول له احنا مش هنساعدهم لانهم ناس لا يحترموا حقوق الانسان. هتبص يعني في حاجات كتير جدا ممكن تبقى على اثر هذا القرار احنا نتأثر بها.
في الحالات اللي زي دي بيكون الرد من برلمان لبرلمان ولا الدولة كان ممكن يبقى لها دور في هذا الموضوع؟ بتكلم عن رد، عن توضيح، عن الخارجية ردت. الخارجية ردت وهي مفروض ترد، بس أنا كنت عايز البرلمان هو اللي يتصدى، يعني ده برلمان أوروبي يبقى اللي يتصدى له البرلمان المصري. وما نخافش أبدا إن احنا نقول إنه احنا ما عندناش حاجة خنبيها، لو في عندنا حد خطأ في السلطة التنفيذية هنحاسبه. فهم يحسوا بالشفافية إن احنا مش جايين ندافع بعامة وبس، نؤكد على مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء، وانه ما تستبقوش التحقيقات، والجانب الايطالي كمان مشرف على التحقيقات، يعني موجود في قلب البروسس نفسها، في قلب التحقيقات نفسها ومطلع. طب انتوا بتستبقوا ليه؟ ثم احترامنا احنا بقى لحقوق الانسان وتاكدنا ان احنا لن نصمت على اي انتهاك لحقوق الانسان وكده، ده يطمنهم شويه ان في مصر جهه ما شعبيه بتمثل الشعب المصري، بتمثل الرقابه والتشريع، دي هتاخد اجراء لو في خطا. اما يعرفوا ان الدوله كيانها مكتمل كده المساله بتختلف في حاجات كتير جدا. هل البرلمان عندنا مجلس النواب من الممكن ان هو برضو يشكل لجان للبحث في الموضوع ده؟ الدستور واللائحه وقانون اللائحه فيها التصدي لمشكله زي ديت، انها ممكن تعمل لجنه خاصه زي لجنه تقصي حقائق وتطلب التحقيقات وتطلب مناقشه الاطراف كلها وتستوضح الامر وتبينه وتحلله. ده حق دستوري للبرلمان وحق قانوني. البعض استاذ خالد بيشوف او بيقول، يعني بنسمع كل فتره انه البيانات اللي زي دي من الاتحاد الاوروبي وغيرها طبعا من المؤسسات الموجوده في اوروبا تحديدا او في الخارج، انه جزء منها يعني بسبب نفوذ الجماعه الارهابيه هناك او قدرتهم على الوصول بشكل اكبر من بلا ادنى شك. هم ناجحين جدا بس في خيابه مننا، يعني احنا قعدنا سنه ونص نقول لهم والله ثوره مش انقلاب، والله ثوره مش انقلاب. يعني انا بتصور بالشريط المصور بتاع يوم 30 اللي باين جدا ان الشعب ده نزل وانه في ملايين البشر نزلوا واراده شعبيه متجليه، وهم ينجحوا في ايصال انه لا مش ثوره انقلاب، وعندهم شريط مصور بالطياره جايب الدنيا كلها ان في ملايين البشر موجودين في شوارع مصر وفي ميادينها وهم ينجحوا. ده اللي حضرتك صورته. ده انا رايي خيابه مننا ان احنا نقعد سنه ونص نقول لهم والله ثوره مش انقلاب، ثوره مش انقلاب. يعني انا رايي طب كان المفروض نعمل ايه؟ لا، كانت اجهزه الدوله زي هيئه الاستعلامات زي وزاره الخارجيه، انا بلومهم بشده انه في تقصير في الجانب ده، انهم ما قدروش يوصلوا للراي العام العالمي، ما قدروش ياثروا، ما قدروش يبينوا الصوره الحقيقيه. منظمات المجتمع المدني ما عملتش جهد برضو، لازم نقول في الوقت اللي كان الإخوان بيبعتوا وفود طول الوقت في كل مكان. بالظبط، يعني احنا للأسف كعرب حتى مش كمصر بس مش عارفين نعمل لوبي في أي حتة، مع اننا الأقدر والأقرب ان احنا نقدر نعمل لوبي في كل حتة. ليه مش قادرين او ليه مش عارفين؟ عشان كل واحد مهتم بنفسه وفي أنانية مفرطة. يعني انت لو استخدمتي المال العربي اللي موجود في بنوك أوروبا وأمريكا اللي بيشارك في اقتصاديات الدول دي بإسهام جامد جدا، وعندك العقول موجودة في أكتر من بلد عربي، لو استخدمت الميكس ده ما بين المال العربي والعقول العربية تقدري تعملي لوبي محترم، سواء في أمريكا يهابوا صاحب القرار هناك ويهابوا صاحب القرار في أوروبا. حتى هذه اللحظة استثماراتنا إحنا العربية فيه ما بنعملش حاجة نعمل منها لوبي. يعني اليهود مثلا تعمل لك مركز قوة، حاولوا يسيطروا على الإعلام فسيطروا على الإعلام. احنا حاولنا بفلوسنا وبالكفاءات اللي عندنا نسيطر مثلا على الإعلام او يبقى لنا يعني مساحة قدم هناك، ما فيش لا في أوروبا ولا في أمريكا. ما يعني في تقصير من عندنا بتصور ان احنا الأمة الأكثر تأثيرا لو استخدمنا إمكاناتنا الحالية. إمكاناتنا بجد قوية جدا، والله ما بقول ده شفونية. إمكانتنا لسه قوية رغم ما يتعرض له العالم العربي الآن من حالة كبيرة جدا من عدم الاستقرار. إمكانتنا كبيرة، لأن بصي لما تيجي تحللي تاريخيا بالمناسبة عدم استقرار سياسي في كتير من الدول الحوالية وحروب أهلية وعدم استقرار اقتصادي حتى الآن في دول الخليج. صحيح، بس هي الأمة العربية
اما تيجي تفكري في امكاناتها بالنسبه لاي امه اخرى هتلاقيها هي الاكثر تاثيرا لاسباب تتعلق بالتاريخ وبالجغرافيا وتتعلق بالاديان وتتعلق بالحضاره. انت عندك اكبر حضارتين في التاريخ المصريه والعراقيه. عندك الارث الديني اللي البشر ثلاث ارباع البشر بيؤمنوا بالديانات الثلاثه دول جايين من انهي منطقه؟ من المنطقه العربيه. فعندك اكبر ارث، اهم ارث ديني في العالم، وعندك اكبر حضارتين في العالم، وبعدين عندك اكبر ثروه ماديه حصلت في تاريخ البشر في موجوده، وعندك عقول بحكم الارث الحضاري اللي موجود في الجينات متفوقه جدا لما بتاخد الفرصه. فكل الامكانيات دي برغم كل حاله الهلهله اللي احنا فيها دي، احنا ممكن نبقى امه مؤثره جدا، ويعني والناس تتطلع لعلاقات حقيقيه معانا، بس احنا مش عارفين نستغل ده لان احنا عمالين نتخانق مع بعض. بجد عمالين نتخانق مع بعض. اديك شايفه اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في اليمن، يعني ونص الدول العربيه هنا بتخانق، نص الدول العربيه هنا، وفي اليمن نص الدول يعني ف ده على النطاق الاوسع، يعني على نطاق الدول، يا ريته بس كده. على النطاق الاصغر والاضيق كمان، شايف ان ده موجود؟ يعني حتى دلوقتي موجود في البرلمان مثلا. احنا يوميا بنسمع عن خلافات وخناقات. طبعا انا مش عارفه اذا كان لانه دايما عارف الحاجه الغلط او المشكله بيكون صوتها اعلى، فيمكن دي الصوره اللي بتتصدر لينا كمشاهدين. جزء منها كده، بس جزء منها لازم نحترم. ولا فعلا دي الحاله جوه البرلمان؟ حضرتك موجود جوه، هل انتوا فعلا في حاله من الخلاف طول الوقت؟ لا، هقول لحضرتك حاجه. انا موضوع البرلمان ده مثلا الناس مش حاطاه في اطاره الموضوعي بصراحة شديدة، ولا حتى الإعلام عارف يحطه في إطاره الموضوعي، لأن الناس بتقارن بينه وبين برلمانات ما قبل 25 يناير. ما تقدريش تقارني لأن الواقع مختلف تماما. أنت بتتكلمي عن برلمان مثلا ما قبل 25 يناير كان بيتحكم فيه نفرين ثلاثة. يعني إيه نفرين ثلاثة؟ يعني دكتور فتحي سرور يقعد مع كمال الشاذلي أو أحمد عز يتفقوا على كل حاجة، القاعة على طول تقول موافقة والموضوع يخلص ومفيش أي حد يعارض حد. بالكتير لو في معارضه هتقول الكلمتين بتوعها وتمضي وهتلاقي حاله هدوء. انت بتتكلمي عن برلمان جاي بعد ثورتين ما فيش اغلبيه موجوده فيه، يعني ما فيش حزب اغلبيه مسيطر، وكل واحد من ال 596 متاكد من الكلام ده؟ ما فيش اغلبيه فيه؟ لا ما فيهوش اغلبيه. امال ايه اللي بيتقال عن دعم مصر؟ ده دي قصه هحكيها لك، بس طيب. هكمل لك الاجابه دي. فكل واحد من دماغه بيقول اللي هو عايزه، وما فيش لا في تكتلات موجودة تعرفي تتكلمي على راس ليها فتعرفي تتناقشي معاه. فالرئيس البرلمان بيتعامل مع 596 عقل بأهواء بمزاجات مختلفة، بحد بيتعصب بغيره. ثم الفاكتور الثاني اللي ما كانش موجود أبدا قبل 25 يناير، إن احنا جايين بعد دستور جديد قرر أشياء كتيرة جدا تستلزم تغيير لائحة البرلمان. اللائحة دي بتاخد لها سنين عشان تتعمل، فاحنا كان مطلوب مننا ان احنا ننجزها في شهر او اقل من شهر. فلما تيجي تتكلمي على لائحه هتحكم عملك الخمس سنين، لازم نحصل خناقات، لازم اشوف انا هاخد ايه او حقوقي ايه وواجباتي ايه والائتلافات شكلها ايه والحزب الاغلبيه ايه، يعني الحاجات دي كلها، وامتى هاخد الكلمه، من حق اخد الكلمه وما اخدها. يعني اليات العمل داخل البرلمان واليات عمل اللجان موجوده في اللائحه، دي ما كانتش في البرلمانات السابقه. البرلمانات السابقه كانت ماشيه على لائحه بقى لها 30 سنه وكانت الامور مستقره وكل واحد عارف حقه فين ومش حقه فين. انت بتخلق حق جديد. وبالتالي حاله الهرجله اللي حصلت، وفي فاكتور تاني نسيت اقوله لك، ان في 450 قانون، قرار بقانون اصدرهم رئيس في غيبه البرلمان، لابد ان انت تقريهم وسيف على رقبتك خلال اسبوعين. والدستور عقدها بانه قال عرض ومناقشه مش ان هو اقرار وبس. انت بتتكلمي عن عوامل كلها فاكتورز ما كانش موجوده قبل كده، والناس بتقارن ما بين البرلمان ده والبرلمان التزي. فالبرلمان ظلم شويه، يعني ما لا انكر ولا ادافع، يعني لا انكر الحاله اللي اتصدرت للاعلام والراي العام مش راضي عنها موجوده، بس لازم تحطيها في اطار ظرفيتها التاريخيه او ظرفها الزماني والمكاني، وهو الفاكتورز اللي انا قلت لك او العوامل المتعدده دي. حضرتك بتسالي على دعم مصر، يعني شايف الاتهامات اللي بتوجه لدعم مصر ازاي، وحضرتك موجود وقاعد ويعني شاهد على ما يحدث، فكره انه دعم مصر بتكرر تجربه الحزب الوطني، والكلام ده سمعناه من اكتر من حد بما فيهم الاستاذ خالد يوسف. انا رايي مش بتكرر كمان تجربه الحزب الوطني بس، ده بتكرر كمان خطايا الاخوان المسلمين.
في الإقصاء والاستئصار والاستحواذ، وده في منتهى الخطورة يعني. وأنا قلت لهم الكلام ده ما هوش كلام قلته في الإعلام، وقلت لهم في وشهم أنتوا بتضروا الوطن. إما أنتوا تجارب التحول الديمقراطي بتحصل إزاي؟ يعني لنا في التاريخ عبر، روحوا لأوروبا الشرقية شوفوها بعد سقوط الشيوعية وبداية عمليات التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية حصل فيها إيه؟ بتحصل إزاي؟ حتى الديمقراطيات العريقة ديت اللي زي إنجلترا وبلاد أوروبا شوفوها، أوروبا الغربية شوفوها اتعملت إزاي؟ لما هتشوفي الحاجات دي كلها هتلاقيها عمليات التحول الديمقراطي عشان تحصل بتحصل من خلال كيانات صغيرة بتكبر ثم أو تتآلف مع بعضها كيان مع كيان وتكبر وتخلق لها جذور على الأرض وتتمدد وتاخد مصداقية، وفي كيان آخر ما ياخدش مصداقية فيتقلص عشان تعملي عملية تحول ديمقراطي. هم فاهمين أن الأحزاب الكبيرة بتتعمل برضو تاني من فوق، تعالوا جيبوا 150 ولا 250 عضو واعملوا بيهم ائتلاف في الأغلبية، ثم اعملوا منهم حزب الأغلبية، ثم ده يبقى الظهير الشعبي بقى للحكومة ولا الرئيس والبتاع، وكأن الشعب ده مش موجود. أنا بقول إن هذا الوطن محتاج يتنفس من أكثر من رئة، ومحتاج نفتح كل منافذ الهواء. يعني تعرف فاكرة ما كان غاندي يقول إنني مستعد أن أستقبل كل رياح العالم شرط أن لا تقتلعي من جذوري. إحنا محتاجين رياح كثيرة جدا من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشمال عشان نعرف يعني نبقى أصحاء. في ظل اللائحة اللي أقرت خلاص البرلمان وراح دلوقتي مجلس الدولة، يعني هل ده ممكن أنه يحصل يبقى فيه أكتر من ائتلاف ويبقى فيه مش هيبقى فيه ائتلافات غير ائتلاف حزب ائتلاف دعم مصر، هم صدروا على إمكانية إحنا كياننا أو الآخرين اللي عندهم كيانات زي أنا عارفة أنكم كنتوا حياتك كنت هتعملوا ائتلاف 25-30 عاملينه فعلا عاملين ائتلاف 25-30 غصب عنهم هنعمله. صحيح مش هيبقى رسمي لان احنا ما عندناش ال 150 عضو، بس هنعمله هيبقى تكتل وله راي وله طرح محدد وله اجنده تشريعيه وله كل ما يعني الميزات بتاع التكتلات البرلمانيه، وبيدافع عن منظومه معينه او شعارات محدده، هيبان كل ده في الممارسه. ومش قضيتنا بقى ان احنا نبقى 150 ويبقى لنا ممثل في المكتب في اللجنه العامه والكلام ده كله ما يعنيناش. احنا اللي يعنينا دلوقتي الممارسه نفسها، والناس هنشوف هتصدق مين، هتصدق بتوع دعم مصر ولا هتصدق بتوع العداله الاجتماعيه و25 30 والناس اللي مصره على تحقيق العداله الاجتماعيه. هنشوف اذا كانوا هيصدقوا. وبعدين هم ممكن يقول لك والله احنا بتوع عداله اجتماعيه وبتوع كرامه انسانيه واحنا بتوع شعارات الثوره، مين قال لك احنا ضدها؟ ماشي هتبان ممارستك والناس هتفرز في الاخر. بس احنا كان نفسنا ان احنا عشان نعمل تحول ديمقراطي تعالوا نساعد بعض، لان التحول الديمقراطي هيفيد الوطن كله، ان يبقى في تداول سلمي للسلطه وان يبقى في احزاب حقيقيه. خدي بالك من حاجه، ان لو ما فيش فرصه احزاب حقيقيه تتجذر في الواقع، انت كمان 7 سنين ولا 6 سنين بعد لو الرئيس بعد ما يكمل دورته اترشح مره تانية وخد 4 سنين تانيين، ده كبيرك لو ما حققتيش التحول الديمقراطي فيه، الاخوان ينزلوا انتخابات ويكسبوك تاني. لازم تعملي يعني احنا ايه اللي ضرنا بعد 25 يناير لما نزلنا انتخابات ضد الاخوان؟ ان كانت الحياه الحزبيه كانت الدوله بتضربها كانت منعدمه ومنعدمة تكتلات وما كانش فيه لا احزاب ولا حد شغال. طيب اللي حصل ايه لما هم نزلوا؟ هم كسبوا. فانت محتاجه عشان تقدري تشتغلي في الشارع يكون تساعدي هذه الاحزاب والكيانات الصغيره انها تنمو. مش من مصلحتك ان انت لانك عندك امكانات ان انت تفطسي الباقيين. التعددية مطلوبة للتحول الديمقراطي، الناس محتاجة تسمع كلام قريب من اليسار وكلام قريب من اليمين وكلام قريب من الوسط فيما بينهما، والعصف الذهني ده حتى في البرلمان ممكن يطلع حاجة مختلفة غير لما يبقى الصوت الواحد. الصوت الواحد يدخلنا على دولة حكم الفرد مرة أخرى اللي الشعب أسقطه خلاص. هم مش متصور، هم شايفين الأمور بشكل فوقي، وانا بتصور هيودوا الولد بده. انا بقول لك اهو كلمه تتاخد عليا، هيودوا البلد في داهيه اذا فضلوا مستمرين في هذا النهج. وبعد طبعا اقرار نسبه ال 25% لتشكيل ائتلاف ملهاش حل تاني خلاص، ملهاش مخرج يا استاذ خالد؟ لا. ولا من الممكن ان يحصل يعني تكتلات وبقى فعلا هذا الحزب مع ذلك فبالتالي يقدروا يعملوا تكتلات؟ ممكن وارد ده، بس انا بشوف ان مفيش يعني المصريين الاحرار عندهم حوالي 60 عضو والوفد عنده حوالي 40 يعني. ممكن يحصل اندماج بس برضه ما يجيبوش ال 150، ما يجيبوش ال 150 يعني ما فيش حد قادر ان هو يجيب ال 150 اللي هم بيقولوا عليهم بشرط كمان 2 من كل محافظه اكننا هنرشح رئيس جمهوريه.
يعني عاملين في خطا يعني شروط تعجيزيه لقيام هذا الائتلاف. بهدف ايه؟ بهدف زي ما قلت لك الاستحواذ والاقصاء. يعني فاكره كلمه مشاركه لا مغالبه؟ الاخوان طلعوا شعار بعد 25 يناير، لا احنا مشاركه لا مغالبه، واول ما بدانا نمارس كانت المغالبه قبل المشاركه. فهم مش واعيين الدرس، يعني ما هو شافوا. سيبك من تحفظاتنا على الاخوان كامله هذا التنظيم الارهابي، سيبك من كل ده، بس شوفي ممارستهم السياسيه كانت الغالب فيها ايه؟ المغالبه لا المشاركه. هم بيعملوا كده برضو. انت بتغالبني ليه؟ ده انت مفروض تدافع عن هذا الكيان الصغير ان يتنفس ويقول وينطلق ويكبر، لان من مصلحتي ان انا ادعمك انا حتى ككيان صغير، ان انا ادعم ان انت تقول كلامك وانت تدعمني ان انا اقول كلامي، ان احنا في فتره ولاده مصر الجديده. عشان تعملي مصر الجديده لازم تستفيدي من كل الطاقات اللي موجوده، ومن والكيان الصغير ده بكره يكبر. ليه ما يكبرش؟ ما يكبر لو عنده هيخلق مصداقيه عند الناس في الشارع، ما يكبر، ما يكبر يا سيدي ويبقى قد الدنيا. ايه مشكلتك؟ ما احنا كلنا ابناء وطن، انت او انا، ما احنا ابناء وطن واحد، ومصر دي هتتقدم بينا كلنا. لا، احنا اللي هنقدمها، احنا اللي عندنا الحقيقه، واحنا اللي عندنا الحكمه، واحنا اللي بنأيد الرئيس، وكاننا احنا ضد الرئيس. يعني محطين الناس كلها في خانه، بينفروا الناس ليه؟ يعني بيعملوا حاجه بجد شديده الخطوره هم مش مدركينها. قولي صحيح، حضرتك مع انه الحكومه يتم تعديلها قبل القاء البيان ولا شايف ان هي مش فارقه؟ والله اللي انا افهمه عن الدستور عمل خطوات كده مفروض نمشي عليها. الخطوات ديت هي لابد من ان الحكومه تقدم استقالتها للرئيس، والرئيس يعيد تكليف، ان شاء الله يكون نفس رئيس الوزاره يكلفه مره اخرى، بس يبقى فيه حتى الشكل الديمقراطي بتاع في برلمان جديد، يبقى لازم ياخد ثقه البرلمان، يبقى بنتبع المواد بتاع الدستور بتقول والله رئيس الدوله بيكلف احد الاشخاص، احد الاشخاص ده بيعرض نفسه وبرنامجه على البرلمان وياخد الثقه، ما خدش الثقه اتفضل يا برلمان اختار لنا انت الرئيس، رئيس الحكومه. ولو ما خدش الثقه من البرلمان رئيس الحكومه ده البرلمان عينه، في الحاله دي يحل البرلمان. ده الاليه بتاعت فاحنا في الخطوه الاولى، الخطوه الاولى مفروض الرئيس يقيل الحكومه او تتقدم باستقالتها، ثم يكلفه مره اخرى لو كان عايز يكلف شريف اسماعيل، والمهندس شريف اسماعيل يشكل حكومته ويجيب برنامجه يعرضه على البرلمان. ده اللي المفروض يتم. هم هيعملوا كده، ممكن يعملوا تغيير جزئي او تعديل جزئي للحكومه ويعرضوها على البرلمان، ممكن ما يعملوش خالص ويعتبروا ان ده يعني من تحصيل الحاصل، اكنها حكومه جديده انا بعرضها على البرلمان مش لازم اقيلها وارجعها. ما اعرفش بالظبط هم ناويين يعملوا ايه. كان معانا النائب دكتور سمير غطاس من شويه على التليفون، هو شايف انه حضرتك تدخلت معاه برضو الاسبوع اللي فات، كان بيتكلم انه مش مطلوب تعديل، انه مطلوب تغيير، وهو شايف انه رئيس الوزراء بالحكومه بكله يجب ان يتم تغييرهم. ايه رايك في الكلام؟ انا مش موافق خالص، انا موافق على ان انا اشوف برنامج. انا مش فارق معايا اسماء، انا فارق معايا برنامج وانحيازات ورؤيه. يبقى حكمك على هذه الحكومه بعد ما تلقي بيان، وانا هنسيبهم. انا عايز اشوف انت جاي لي بايه. انت جاي لي ببرنامج منحاز لفقراء مصر، ومنحاز لمحدود الدخل، ومنحاز لمبادئ اللي الشعب ده خرج عبر بشكل جالي عن احتياجاته لما قال عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه، الحاجات دي. بس احنا عندنا مثل معروف اسمه العينه بينه، يعني انا شفت ادائك، اوكي في برنامج انا هستنى اسمع البرنامج، بس انا شايف ادائك بقالي ست شهور. الاداء ست شهور ما تقدريش تحكمي عليه بشكل قاطع، لكن تقدري تحكمي على رؤيه حقيقيه، يعني هو لما يجي دلوقتي يعرض وما حقق لي ما قاليش ان هو هيعمل اي قرارات خلال الخمس سنين تصب في خانه العداله الاجتماعيه. أو تصب في خانة، أنت ما تتكلمي مثلا، أكلمك كلام حتى بأمثلة عشان الناس ما تتوهش مني. أنا دلوقتي عندي مشكلة في الكهرباء والمية على الناس محدودي الدخل، بتجي لهم فواتير تقدم ظهرهم. أنت عامل تصور إن أنت إزاي هترفع عن كاهل المواطنين الغلابة دول الفواتير الباهظة بتاعت الكهرباء والمية؟ عندك بطالة 10 مليون عاطل، أنت عامل لي برنامج يخليه اقول ان انا خلال الخمس سنين او خلال السنتين هشغل كم شاب من شبابنا وكم شابه من شاباتنا؟ لازم تديني على طول البطاله هتعمل فيها ايه؟ العداله الاجتماعيه هتحققها لي ازاي؟ منحاز لايه بالظبط؟
منحاز تاني لدولة رجال الأعمال زي ما كان قبل 25 يناير وهتقول إن أنا هعمل نمو اقتصادي أكتر من 7.5% في حين إن الناس كانت عمالة تفتقر يوم عن يوم زيادة. السياسات نفسها هي اللي مفروض تخليني أبقى منحاز للحكومة دي ولا مش منحاز دي. خدي بالك إن كمان برضو هم مش منتبهين لده، البرلمان ده طبقا للدستور زاد له حاجة شديدة الأهمية ما كانتش موجودة في الدساتير السابقة بالجلاء ده، وهي رسم السياسات. يعني إن وظيفة البرلمان إيه؟ الرقابة والتشريع. زاد له طبقا للدستور رسم سياسات الدولة، يعني من حق البرلمان يجي رئيس الحكومة يعرض مثلا مشروع الثقافي، هديكي من أبسط حاجة لأكبر حاجة، مشروع الثقافي إيه؟ فمن حق لجنة الثقافة في المجلس لما تدرس هذا المشروع تقول تعدل له والله عليه أو تغيره أو تعدل عليه وتدهوله يقره ويقول آه هلتزم بيه وتحاسبه عليه. ده كمان مش في أذهانهم، فأذهانهم إن هم يعني هيقولوا الكلام ومفروض البرلمان يقول آه ولا أو ونروح. يعني أنا عايز أتكلم عن الدستور طبعا، لحياتك كنت عضو في لجنة الخمسين، وعارفة أن دلوقتي أيضا حياتك من المشاركين في مؤسسة حماية الدستور. بس الأول عايز أعرف بمناسبة الحكومة، بين نروح للدستور، بمناسبة الحكومة رئيس الوزراء كان التقى بمجموعة من النواب، طبعا كل مجموعة عن محافظة. أنا عارفة أن بكرة نواب الأليوبية هيقابلوا رئيس الوزراء وحضرتك منهم. قولي شايف ده ازاي؟ يعني شايف ده في اطار ايه او توصفه ازاي؟ في ناس مثلا بتقول ان ده محاوله لاستماله النواب قبل البيان. والله انا لسه ما حضرتش اللقاء عشان اقول لك هو معمول ليه. هنسمع منه بكره وهنشوف هو هيقول ايه. ممكن تاخديها من الجانب اللي حضرتك بتقوليه، وممكن تاخديها من جانب ان الحكومه بتقعد قعدات صغيرة شوية عشان تستطيع أنها تشرح ما لا تستطيع أن تشرحه أمام البرلمان ككل، وده شيء جيد ونهج محمود، ما هوش نهج مذموم يعني زي ما الناس بتعتبره أن دي طريقة لاستمالة النواب. لا، طريقة لشرح مواضيع قد يصعب عليه أن هو يقعد يشرحها. يعني هو قابل دلوقتي معظم النواب في قعدات ما تزيدش عن 30 عضو، يعني كده هو عمل على الأقل 20 قعدة. لما يعمل 20 قاعدة بساعتين ثلاثة يعني قضى 60 ساعة من وقته بيشرح للنواب ايه رؤيته وايه برنامجه، وده هيبقى مفيد جدا. ما كانش بيحصل عندنا ده زمان. ما كانش بيحصل لان ما كانش في دستور بيدي الصلاحيات دي للبرلمان. فهنا البرلمان مهم ان هو يفهم من الحكومة عشان هو شريك معاها في رسم السياسات، وهو المسؤول عن رقابتها وعن التشريعات اللي الحكومة مفروض هتطلبها عشان تقدر تعمل هذا البرنامج. تمام. طب أنا عايزة بقى أروح للدستور، عايزين تحموا الدستور من مين ومن إيه؟ من عندهم أشواق استبدادية. يعني عايزين في حاجة اسمها أشواق استبدادية؟ في ناس عندها شؤر للاستبداد والله. يعني إن الحاكم يستبد بيا يعني؟ والله العظيم في ناس والله في ناس عندها كده، نفسها ترجع تاني حكم الفرد، ونفسها تاني ما تبقاش لا في محاسبة ولا بتاع، وإحنا ما دام بنحب الراجل ده وكأن الدنيا كلها هتفضل الرئيس السيسي. يا سيدي تبع ما بعد الرئيس السيسي، انت كيف تضمن اللي ما بعد الرئيس السيسي؟ الرئيس السيسي هيقعد مده او اتنين بالظبط، وبعد الاتنين بعدها في حد غيره هيجي. انت عايز تغير بقى الدستور عشان الرئيس السيسي، عشان انت واثق فيه، تم ما بعد الرئيس السيسي هيحصل ايه؟ تجيب لنا تاني حكم الفرد؟ لا انا عايز اعرف حياتك، يعني حضراتكم متصورين يعني او متخيلين ان في ناس عايزه تغير الجزئيه الخاصه تحديدا بالرئاسه، مده الرئاسه، مش مدة الرئاسة ولا عندكم معلومه بده؟ مش مده الرئاسه، ما هو لا هم قالوها صراحه. قالوا ايه؟ مده الرئاسه نفسها ده ما ينفعش. لا قليله يعني. قليله. وقالوا انه الصلاحيات بتاعه البرلمان على رئيس الجمهوريه ما يصحش، عيب، وكأن عيب، وكأن احنا جايبين شعب اخر انتخب نواب من بلد اخرى وبيحاسبوا رئيس من بلد تالتة. يعني اما تبقى في محاسبة وفي رقابة حقيقية طبقا للدستور للحكومة، مش فاهم دي تزعل الناس في ايه. اختصاصات البرلمان مركزين قوي في ان البرلمان يستطيع عزل الرئيس، يعني تركيز عجيب. لو قروا الدستور كويس يعرفوا ان البرلمان ما يقدرش يشيل الرئيس غير في حالة واحدة بس، لما يبقى فيه حس شعبي عارم ما لا مصر كلها، شيلوا الرئيس، شيلوا الرئيس، اللي الناس في الشارع بتقول شيلوا الرئيس. احنا عملنا آلية عشان ما نرجعش تاني الموضوع مرسي. لو اصطدمنا في يوم من الايام بعد سنين طويلة برئيس فاشل
ما يبقاش محتاجين نكلف البلاد تاني ما 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 نكبدها خسائر ثورات. ففي آلية لما يبقى في حس شعبي عام. يعني ايه حس شعبي عام؟ يعني انا كنائب في دايرتي الاقي معظم دايرتي بتقول لي شيل الرئيس، وكل نائب بيقولوا لي شيلوا الرئيس، فالبرلمان يتقدم لشيل الرئيس. واخد بال حضرتك؟ ينزل هذا الامر للشعب عشان يستفتي عليه. لو الشعب قال اه يبقى انا كان احساسي مظبوط لما قالوا لي في البلد، ولما كل نائب قالوا له في بلده، تمام؟ فهيجيبه فالرئيس اتشال. طب لو البرلمان لو الشعب قال لا، ايه اللي يحصل؟ البرلمان يتحل، لان هو لم يستشعر الحس الجماهيري المظبوط، فالبرلمان يتحل. فده سيف على رقبه البرلمان مش سيف على رقبه الرئيس. طيب هتحموا الدستور ازاي؟ يعني عايزين نفهم مؤسسه حمايه الدستور هتعمل ايه؟ نفهم الناس الدستور، نرفع درجه الوعي بالدستور، زي اي منظمه بتبقى مثلا اسمها المنظمه كذا لحقوق الانسان، بترفع من ثقافه حقوق الانسان عند الناس. بس توعيه يعني؟ طبعا طبعا. وبنفتح قنوات مع البرلمان عشان نتكلم معهم في أهمية المواد دي للتحول الديمقراطي، ونعمل نقاش. طب إيه رأيك في أن بعض النواب طبعا انتقدوكم وقالوا أنه هذا الدستور ليس ملكا للجنة الخمسين اللي طبعًا وضعتنا، ده أصبح الآن ملكا لمصر ولشعب مصر، وأنه ده افتئات على حقوق البرلمان في تعديل هذا الدستور، لأنه في مادة بتقول أنه البرلمان له الحق في التعديل؟ والله نحن من كتبنا هذا الدستور او صغناه يعني طبقا للحس الشعبي، احنا ترجمنا احاسيس الناس وشعور الناس واحتياجات الناس، وطبقا للاليات وطبقا لمواد الدستور دي في اليات فعلا لتغيير الدستور، بس نجربه الاول. ما ينفعش تيجي تقول لي حاجه قبل ما تجربها يلا نغيرها، وانا لسه كنت عمال ارقص فرحا بانتصار الشعب في انجاز دستوره. المواد اللي هم بيتكلموا عليها، انا شخصيا عندي 3 4 مواد ممكن ما يعجبونيش في الدستور، بس خلاص الشعب اقر هذا الدستور بنسبه كاسحه. علينا ان نحول هذا الدستور لواقع متحرك على الارض من خلال تشريعات تتعمل تنزل على الارض وصلتنا لطريق السلامه، تمام. ما وصلتناش ولقينا في مواد معوقه نبقى نقول يلا يا جماعه في مواد بتعوق التحول الديمقراطي، في مواد بتعوق تقدم البلد في الناحيه الاقتصاديه مثلا، في مواد كذا في مواد كذا، تعالوا نغيره. لكن ده بادئ ذي بدء من غير ما يتطبق الدستور، من غير ما يتحول، من غير ما ضع التشريعات اللي تنفذ هذا الدستور، بادين يقولوا يلا نغيره. طيب يعني بس افهم برضو قبل ما انتقل لنقطه ثانيه من كلام حضرتك انه حمايه هذا الدستور هي حمايه ادبيه وانه في النهايه ما فيش افتئات على حق البرلمان، لا لانه ليس هناك لديكم اليه تمنع يعني تعديل. لا ما عندناش اليه ولا مطلوب ان احنا يبقى عندنا اليه، البرلمان سيد قراره في المساله ديت، لو عايز يغير الدستور ياخد اغلبيه التلتين ويطرح ده للاستفتاء، ما فيش مشكله. يبقى بصراحه اللي انتم خايفين او قلقانين منه على هذا الدستور تغيير المواد الخاصه بصلاحيات البرلمان، بصلاحيات الرئيس، بمده الحكم، بحاجات كتيره، زي مثلا احنا عاملين 3% من الناتج القومي للتعليم و3% للصحه و1.5 للبحث العلمي. واخد بال حضرتك؟ ممكن اي حكومه تيجي تقول والله انا مش عارف اعمل الموازنه العامه للدوله لان مش عارف احقق الرقم ده في الموازنه، ما تغيروا الماده دي. واخد بال حضرتك؟ فاحنا مش عايزين نقترب من الحقوق اللي اكتسبناها، احنا كسبناها احنا كمصريين بدم وبشقة، احنا كسبنا ان احنا نحط مصر على عتبة التحول الديمقراطي وعلى عتبة انها تحقق عدالة اجتماعية في التعليم وفي الصحة وفي كل مناحي الحياة، بان احنا طفحنا الكوتة بالبلدي. مش عايزين نرجع الامور تاني يعني ده مش نتاج دم حصل على الارض. تمام. طيب انا عايزه يعني قبل بس ما وقتنا ينتهي اعرف رايك ايه في مبادره الاستاذ حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، مبادره لنصنع البديل. بصي انا طبعا هو تعرض لهجوم رهيب الاسبوع اللي فات. بص هو اي حاجه بيطرحها حمدين بيتعرض لهجوم يعني وكانه يعني حد من بلد تانية. المهم المبادره اتفهمت غلط. على حسب ما قريت المبادره مش اما عنونوها الصحافه عنونتها بالبديل المدني، اتحطت في اذهان الناس انه حمدين بيقول اعملوا بديل مدني عشان احنا عندنا بديل عسكري. الراجل ده ما قالش الكلام ده خالص ولا في الوثيقه في الكلام ده خالص. بيتكلم على ان احنا لازم يبقى عندنا قوه وطنيه ديمقراطيه، احزاب على الارض تتحرك عشان تقدر زي ما انا كنت بتكلم من الاول ان احنا يبقى عندنا بدائل. احنا دلوقتي عندنا يعني ايه بدائل؟ بدائل كيف مش يبقى عندنا تعددية. يعني التعددية مطلوبة، وان انت تقدر اما تيجي تفكر في الحكم
هو ما بيتكلمش على من يحكم مصر، بيتكلم كيف تحكم مصر. البديل اللي بيتكلم عليه البديل، يعني يمكن عنوانها لنصنع البديل. ما هو اللي وضعه يعني، او هم من وضعوا هذه المبادره هم اتفهمت غلط يعني. ما هو يمكن العنوان حمال اوجه برضه يا استاذ خالد، يعني هل هو اتفهم غلط ولا هل هو مقصود ان لا هو اتفهم غلط بلا ادنى شك، لان انا قريت المواد كلها او المواد المؤسسه للوثيقه ديت، ما لقيتش فيها على اي اشاره من اي نوع عن بيتكلم عن من يحكم مصر، بيتكلم على كيف تحكم مصر، ايه السياسات. فهو بيطرح ان احنا عايزين نعمل بدائل. انت دلوقتي بتعمل نهج اقتصادي معين ممكن يصب في خانه مثلا خدمه رجال اعمال ومش خدمه الطبقه العريضه، طب كيف نصنع بديلا عن هذه السياسات، بديلا عن سياسات في اي مجال من المجالات، بديلا عن ثقافه، عن حتى سياسات ثقافيه، كيف ممكن يعني البدائل. دائما زي ما قلت لك الوطن محتاج يتنفس من اكتر من رئه، ومش عيب صحيح. ان احنا نتبادل، ودي الديمقراطيه في اي مكان في العالم. ايه المشكله؟ ما تقول يا عم حمدين، ما تقول، يعني اي حد عايز يقول يقول، وان في النهايه الشعب ده هو الحكم في كل حاجه. تمام. اخر حاجه عايزه اقول حياتك فيها، فين الفن؟ يعني هل انت خلاص اعتزلت العمل الفني والسياسه خدتك ولا ايه؟ بصي اقول لحضرتك، اخر عمل كان امتى؟ قبل 2011. قبل الثوره مباشره. بصي انا مش هرجع الفن غير لما احقق حاجتين. الحاجة الأولى هي ارتباطي وعهدي بيني وبين جماهير دايرتي في كفر شكر، إن أنا أحقق لهم ما وعدت بيه من إرجاع حقوقهم وعودة حقوقهم. ده حاجة على مستوى الصغير بتاع دايرتي. لما حقق لهم حقوقهم المهدرة عبر السنوات دي كلها خلال الشهور اللي جاية ديت، أبقى أنا عملت ما عليا، أو خلال السنين اللي جاية معرفش هتاخد وقت قد إيه. الحاجة الثانية ان انا احس ان البرلمان ماشي على القضيب القطر المظبوط، ولن يفرق، مش فارق كتير يعني وجودي اصلا في ساعتها، انا ما عنديش مشكلة. يعني بس هل الفن يتعارض مع ده؟ هتقدم استقالتك لو رجعت للفن ولا من الممكن انك تعمل الاثنين؟ لا، صعب ان انا اعمل الاثنين في الوقت الحالي، لان احنا عندنا مشاكل في دايرتي جامدة جدا، وعندنا مشاكل في مصر، فلازم ادي الاولوية للعمل البرلماني. لو بفرض بقى الامور كلها اتحلت، وبفرض انا خلصت مشاكل الدايره بتاعتي، وبفرض مصر ماشي على قضيب القطر المظبوط، المشاكل ما بتخلصش يا استاذ خالد. يعني انت لمده الخمس سنين الجايين مفيش، ما نتوقعش برضو فن تاني؟ ربنا يسهل. سني مفيش مشاريع قريب؟ لا. ومش هتجمع بين الاثنين، يا برلمان يا فن؟ ما اعتقدش ان انا هقدر، لاني بقول لك المشاكل كتير قوي. يعني انا عندي حاجات بسيطة جدا، زي كوبري، زي صرف صحي في بلدين ثلاثة، زي حاجات محطة مية، زي حاجات دي أنا طلعان عيني بلف ما بين وزير ووزير، وبوصل لرئيس الوزراء عشان موظف معوق لي الإمضة ديت، وده الروتين موقف هنا، وهنا لازم إمضة معرفش ثلاث جهات. يعني لا تتخيل الحاجات بتاخد وقت قد ايه. يعني تصريح خاص وتصريح صادم ايضا لجمهور خالد يوسف. تصريح خاص ليوم بيوم النهارده، لن تعود للفن طول ما انت عضو في البرلمان؟ لا، صحيح ما اقدرش اقول التصريح ده على اطلاقه. طيب. اقدر اقول لن اعود للفن غير بعد اخد حقوق دايرتي، وان مصر تبقى ماشيه على قضيب القدر المظبوط. يا رب ان شاء الله. يا رب يحصل قبل انتهاء الدورة البرلمانية اللي حل. أنا بشكرك جدا النائب خالد يوسف، المخرج والسيناريست والفنان. أشكرك جدا على أنك كنت معنا النهاردة. وبعد الفاصل، أين ذهبت أموال 9 مليون من أصحاب المعاشات؟ استنوا.